يعني أنا الولد الكبير في البيت وأقوم بواجبة البيت، أروح الخباز يجيب الخبز ويسألوا خبازين، أنا مراجع الخباز عنده بمعجل، أنا قاعد أنتظر، أنت حنا نبغى واحد قرص وأنت تبغى ثمانية أو عشرة أو 12. بيت كبير، أبوي وعمي وجدي وعمي صغير بعد. فقلت له تعال عندي لك حل، أقول الخباز أنا بجيك قبل صلاة الفجر جاهز خبزك، أبخذ خبزي وبروحك. انبساط، قالت يجي قبل الفجر، قال هجيك قبل الفجر على السيكل أجيك، ما في سيارة وشيء، أجي على السيكل أشيل الخبز بعد أمر على الفوال أخذ طبق حق الفول، خلصنا الفجر جبنا الخبز صليت وقعدت وافطرت وبطلع الحين لازال باقي على مدرسة وقت روح الدكة. ذيك الأيام أكثر سواد البناء حضارم، والحضارم جيدين مثابرة، ويقول واحد منهم الواحد الثاني يقول يغلبوك في الفلوس يغلبهم في القعود، اقعد خلك موجود يعني في دكانك. فأنا جيت الصبح ولهم كلهم شاكين، أنا قد يعني يستغربون جيتي، بس جيت بفتح دكان ترزق الله ما هو بقى. وقعد في دكان أبيع لكتب الله لين ما يجي أبوي أسلم اللي حصلت فيه لأبوي وأروح المدرسة، لسه ما بدأ الدوام. أقعد في حديقة الفوطة هذه أذاكر لين ما يبدأ الدوام. ما درت يوم الأيام رحت مع عمي للدكان، ما شفت أبوي، سألت أول الوالد اللي شايف الصباح، قال فتح دكان جديد. أنا خطب بالي إنهم فتح مواد غذائية ثانية. يوم رحت والوضع مختلف، وش ذا يبوي؟ وين التمر؟ قال لا ما عاد في تمر، هنا في اسمنت. عبد الله يرحمه جدي وهو حقيب من قال سعد اترك عنك التمر والرز، الرز يوكل بالخشوقه، خشوقه ملعقه، السمنت يوكل بالشفل، يعني كميات اكبر بيع اكثر.